حياكم الله ويا هلا والله وسهلا فيكم. الحين انا محافظة الرس بمسجد من المساجد الغريبة والعجيبة، مسجد تحت الارض. تقولوا لي شو السالفة وش الطريقة؟ هالمسجد الغريب اللي تشوفونه مسجد الخليفة الصخري اللي صممه محمد الخليفة من اهل شنانة بتاريخ 3/2/1430 يوم الاثنين. خلونا ندخل. هذا هو المسجد الصخري. طبعا وش طريقة بنائه؟ طبعا عبارة عن كثبان رملية محطوط زبرة ومصفوف عليه حجر ومسلح من تحت. هذه الكتلة الرملية اللي هي تسمى زبرة، طبعا مصفوف عليه حجر ومسلح مصبوب عليه صبة. طبعا هذه الكتلة الرملية بعد ما يبس الحجر ونشف اسحبه والتراب اللي جواه مع الفتحة هذه اسحبوه وصار على شكل دائري من جوا. طبعا شوقناكم بهالمسجد، خلونا ندخل المسجد نشوف وش اللي داخله. بسم الله توكلنا على الله. ما شاء الله تبارك الله، الحقيقة جميل وغريب. طبعا المسجد طبيعي لا تكييف ولا إنارة، وشوفوا ما شاء الله قوة الحجر وشلون تسليحه قوي جدا. الإنارة حقت المسجد عبارة عن فتحات فوق السقف، يجي لهم 5 فتحات أو 6 فتحات فوق السقف تدخل من عندنا الإنارة. هذه فتحة وهذه فتحة. وهنا نظام التبريد بهالمسجد عبارة عن قناة، هذه هي قناة طويلة تقريبا طوله 70 متر تحت أعماق التربة تمسك البرودة البسيطة. نظام التبريد اللي هو القناة اللي محفورة تحت الأرض متصلة بالمنارة، المنارة تجيب هواء وتنزله هالقناة وتوزعه بالمسجد عبر فتحات صغيرة. بوريكم. طبعا بعد ما ينزل الهواء من المنارة اللي هو يجي لهالقناة ويبرده بهالقناة يطلعه مع الفتحتين هذولي، يبرده ويطلعه مع الفتحات. الحقيقة نظام التبريد لهالمسجد الحقيقة رائع جدا، حتى يقولك بالصيف تصل درجة الحرارة إلى 28 درجة مئوية. فعلا المسجد غريب وعجيب تحت الارض ما شاء الله تبارك الله على اخوي محمد الخليفة من اهل شنانة جزاه الله خير. المسجد يصلى به كل الصلوات الخمس. وهالحين طلعنا من المسجد ما شاء الله تبارك جزا الله خير اللي بنيه. هذه طبعا المنار وهذه الهواية وهذا هو المسجد. هذا هو نظام التبريد اللي يجي من فوق المسجد، هذا اللي ينزل القناة تحت، وهذول فتحات الإنارة اللي من فوق المسجد حتى حاطين قزاز على الجوانب عساس يسطع النور وينزل. وهناك أيضا فتحة وهناك ثلاث. هذا هو المسجد الصخري، ايضا يوجد جنبه مجلس نفس نظام المسجد، مصممينه عائلة الخليفة، مجلس جميل نفس النظام. ما شاء الله تبارك الله، حتى تصميم وتصميم المسجد، فتحاته هذا كبار، لكن شوفوا القهوة، شوفوا الوجار، شوفوا المدخنة معكوسة. ما شاء الله تبارك الله. الحقيقة تصميم جميل من اخوي محمد الخليفة الله يجزاه خير على التصميم والبناء، شكرا محمد الخليفة، واشكركم على متابعتكم يا المتابعين ومع السلامة.